السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه ديتا ام الاسمر. في هذا الفيديو هذا جيتكم فيديو جديد كيف ما وعدتكم، غادي نهضروا على السجل العدلي. المعلومات يعني اخر ما كاين في السجل العدلي، ما بقاش داك القضيه انكم تمشيو حتى للرباط باش تجيبوا داك الورقه ديال السجل العدلي. دابا شيء بسيط انك تقدري تجيبيها، غير نسيت تقدري تجيبي ديالك من المدينه اللي قريبه ليك، مدينتك، وتقدري تجيبي ديال الخطيب ديالك كذلك من المدينه ديالك. وهذه الورقه هذه كتنفع بزاف على حساب العقد، ضروري 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 كيطلبوا منه السجل العدلي ديال حسن السيره ديال بلاده، السجل العدلي، لانه في المغرب ما دار حتى يعني ما عمرو دخل الحاج، ما عمرو دار شي مشكل هنايا في المغرب. وديالك عاوتاني بانك حسن السيره، بانك انت عمرك دخلتي الحبس وما عندكش شي سوابق قضائيه. المهم غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش غادي ندخلوا للسيت وكيفاش نعمروا داك الفورميلاغ. المهم قبل ما نبدا لا فيديو، ما تنساش واحد اللايك باش تدعموني، وسمحوا لي على تعطيت عليكم على حساب هذا لا فيديو، ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، وتبعوا حتى التالي باش تفهموا. يلا ليتس جو. المهم البنات، غادي نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. غادي نشرح لكم، وكنتمنى انني نشرح مزيان مزيان. اول حاجه غادي نمشيو في جوجل، غادي نكتبوا بوابه السجل العدلي. غادي يطلع لنا اول يا غادي نسكيو فيه. ها هو، هذا هو السيت ديالهم كيف ما كتشوفوا. هنايا عندنا تقديم الطلب ولا متابعه الطلب. هنايا غادي نديرو تقديم الطلب. غادي الا كنتي انت مغربيه يعني باغا تعمري داك حسن السيره، غادي تكتبي مغربيه. بالنسبه للشخص يعني الطرف الاجنبي غادي تكتبي خارج، بحال هكا. دابا انا غادي نعمر لكم، غادي لكم اكزومبل المغربيه، حيت راهم كيتعمروا بحال الخارج بحال المغربيه. ما ندير المغربيه باش نشرح لكم كيفاش تعمروا الاستماره. كندخلوا هذا الكود هذا باش كيشوفونا واش كنشوفو مزيان ولا لا، يتاكدوا باننا حنا ماشي روبوت. اس دبليو هكا، ونديروا الخطوه التاليه. المهم قالك يجب ملء طلب بنفس المعلومات الموجوده ببطاقه التعريف، يعني ضروري ضروري هذه المعلومات، هذه لافورماسيون اللي غادي ندخلوهم يكونوا نفسهم اللي موجودين عندنا في لاكارت ناسيونال. والطرف الاجنبي عاوتاني كذلك، المعلومات اللي غادي تعمري له انه يكون عنده نفس المعلومات اللي عنده، يا اما في الباسبور يا اما في لاكارت ناسيونال ديالو. اوكي، وكيقول لك بالنسبه للطرف المغربي يعمر معلومات باللغه العربيه، بالنسبه للطرف الاجنبي غادي يرد هذا الشيء كله باللغه الفرنسيه. اوكي، فاهمين؟ مفهوم؟ واضح؟ المهم انا غادي نبدا نعمر المعلومات. كيما الخوت، من بعد ما عمرنا داك الورقه الاولى فيها لي زانفورماسيون ديالنا كيف ما قلت لكم، كنا بحال لاكارت ناسيونال. كيما الخوت، المرحله الجايه المرحله الثانيه يعني. ناخذوا صوره ديال بطاقه التعريف الوطنيه، الجهه ديال الوجه، غادي نسكيو فيش، غادي نمشيو لجهه الوجه نشوفو واش هادي لي توجور. هادي هي، غادي نسكي عليها، هيا دخل نشوف واش دخلت ولا لا. نعاود نسكي ونتاكد، كنتو شاكين يعاودو سكيو باش تأكدو من المعلومات. نمشي جهة تانية كذلك، ندير جهة ديال الخلفية. دابا غادي نسكي الخطوة التالية. مهم ها من المعلومات كيطلعو لنا، كنتأكدو بلي كلشي هو هذاك. هنا تأكدو مزيان مزيان، إلا بغيتي تغيري شي حاجة كتسكي في الجهة ديال التغيير. كذلك قالك سجل عادي، وثيقة سرية وشخصية، لا يمكن أن يطلب بطاقة رقم ثلاثة إلا الشخص المعني. يعني عم نشرح لكم، ملي تمشي تجيبي هاد الورقة ديال السجل العدلي، بالنسبة ليكي غتمشي نتيا ودي لاكارت ناسيونال ديالكي معاك. بالنسبة للزوج ديالكي ولا الخطيب ديالكي، هو اللي منين يجي دي هو يجيبها بلاكارت ناسيونال ديالو. صافي، وغادي تقولي أصرح بأن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة. وغنسكي الخطوة التالية. ملي كنسكي الخطوة التالية ومن كيعطيني المعلومات ديالي، غادي نختار المكان اللي غادي نجبدها. أي وحدة فيكم تختار المدينة اللي المحكمة اللي قريبة ليها والمدينة ديالها. شتي تختاري شي مدينة، انتي مثلا تستافدو تمشي تختاري فاس ولا تختاري كازا ولا تختاري الرباط. لا، باش نقلب على مدينتي أنا هنايا تازة، هاهي ابتدائية تازة، غنسكي عليها. وغادي نسكي صحف الطالب. هاد الكود الخوت ضروري تحتفظوا عليه. إلا مشاكم هاد الشي، مشاكم هاد الكود، مشا كلشي. هذا هو الكود ديالكم اللي تبغيو تتبعوا الطلب ديالكم. عندي العوده للصفحه الرئيسيه، ملي غنبغي نتبع الطلب ديالي غادي نسكي هنا الولوج، وغادي نكتب داك الكود اللي عطاوني هنايا، وغادي نكتب بطاقه التعريف. يعني خديتو بطاقه التعريف، وغادي نكتب بطاقه التعريف هنا، وغنسكي الدخول، وغادي نبقى نشوف الدوسي ديالي كيتمشى بلي زيتاب ياكو، غنعرف فوقاش غادي يصلح لي نمشي نخرجو. المهم غنعطيكم واحد ليكزامبل ديال الورقه ديال اختي بس نشرح لكم مزيان مزيان. نحبس باش ما نطولش عليكم ونرجع حولي. قيد هذا الكود مزيان. غادي نكتبوا داك الكود اللي كنا لقيناه،
هذا ديال اختي غير باش نشرح لكم، فهمتوا؟ حنا غادي ندخلو الكود ديال بطاقة التعريف الوطنية. في الدخول المهم في الاول كيقول لك في طاول المعالجه عشان يدخل النهار الثاني، نشوف نفس النهار في انتظار التوقيع الالكتروني للكاتب بالضبط. نفس النهار كذلك كان 999 في انتظار التوقيع الالكتروني ممثل النيابه العامه. نفس النهار راح تخرج لكم في نفس النهار جاهز للاستلام، تفضلوا بالتوجه الى ابتدائيه التازه. شفتوا راه نفس النهار كتخرج لكم الورقه سهله مهله. تقدر تخرج لكم هذا النهار، تقدر تخرج لكم غدا، كل وحده وعلى حسب المحكمه ديالها، ولكن ما كتعطلش بزاف حيت ما تمشي مثلا للمحكمه وتبقاو تما. ملي تكوني غتمشي تجبديها دي معاك واحد 10 دراهم باش كتخلصيها في الخزينه. وهذا هو الشرح ديالنا. المهم اخوت نهايه ديال الشرح ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى بانني نكون شرحت لكم مزيان مزيان. بالنسبه مني غادي نقول لكم غادي تحطوا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، غادي تصوري هذه لاكارت ديالك بالتليفون ياكي، وغادي تحاولي تقديها في جهاز الواتساب كيف ما وريتكم، وغادي تصيفطيها لاختك ولا شي واحد قريب حداك، غادي تصيفطيها له ويعاود يصيفطها لك باش يصلح لك انك ديريها في داك العبار هما اللي طالبينه. واحد معلومه صغيره خفيفه ظريفه. المهم اللي كانت عندها شي تساؤل ولا اي حاجه تخليها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تزوروني على الانستغرام ديالي غنخليه لكم هنايا. وبالنسبه راني البنات راني دايره جروب كنهضروا على هذا الزواج المختلط، راهم البنات اللي في الجروب راهم عارفين كنستافدوا كاملين وكنعاونوا بعضياتنا، وكنتمنى الله يسهل على الجميع، وكنبغيكم بزاف ونتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم. اللي كان عندك كيف ما قلت لكم اي سؤال دخل عندي الانستغرام ديالي هو، ولا تخلي لي في التعاليق اللي بغات. و باي باي عليكم، لا ما نطول عليكم، سلامه.